السابق يقول ما رأي فضيلتكم في من يضع الميت في تابوت ثم يجره في هذا التابوت في الأرض من غير حاجة لذلك؟ لا بأس بذلك إذا كفن ووضع في تابوت لا مانع من ذلك، ويكون أحفظ له من التراب وأحفظ له ما في مانع، لكن بشرط أنه يكفن ويصلى عليه. نعم.